تحية الحفل الكريم، حضرات السادة الأفاضل، أمسية سعيدة وأهلا ومرحبا بكم جميعا، ابتهاجا ومحبة إلى أفراح شباب حلب. أهلا الدال الأكارم بالنيابة عن العريس وبالنيابة عن والد العريس وبالنيابة عن أعمام العريس وباسم إخوال العريس. تحية ترحيب إلى كافة الضيوف وإلى كافة الحضور وإلى كافة الأقارب وإلى كافة الأصدقاء. تحية باقة ورد إلى كل شاب أتى وهنى في هذا المكان وقدم التهاني إلى زينة العرسان العريس محمد هدال شيخ الشباب، إله أجمل تحية من السلام. تحية باقة ورد إلى كافة العشائر وإلى كافة القرى إلى كل الحضور، أهلا وسهلا يا رب. الليلة الليلة ليلة من العمر، الليلة ليلة من العمر. شباب حلب أهل هدال فرحانين شكتر يا العريس محمد، أنت وأنا بساعد هنا، أنت وأنا بساعد هنا، ودعنا ساعات الهجر والآن صفى قلبي إلك يا ليل، والآن صفى قلبي إلك يا ليل. ردتك تنتظر، بقول والد العريس أهلا وسهلا بالضيوف وأهلا وسهلا بكل من حضر، أهلا وسهلا بالضيوف وأهلا وسهلا بكل من حضر. ضيوف أهل هدال ترى كلكم بالعين وكلكم بالصدر، ترى كلكم بالعين وكلكم بالصدر. ونجم عريس على التلفزيون الفنان والأستاذ أحمد نور الدين كردية أبو حسن وفرقة الأهرام بقيادة الهرم الغال عمر أسعد دنون بأفراح شباب حلب. أهل هدال سهرانين معكم حتى طلوع الفجر، سهرانين معكم حتى طلوع الفجر. ويا الحفل الكريم، حضرات السادة الأفاضل، مرة ثانية أمسية سعيدة وأهلا ومرحبا بكم جميعا، وبدعوة كريمة باسم والد العريس السيد علي هدال أبو أحمد، أتينا ولبينا هذه الدعوة الكريمة لنحتفل وإياكم ومناسبة زفاف العريس وزينة العرسان العريس محمد نجل السيد علي هدال أبو أحمد، ألف مبروك. Thank you.
يقام هذا الحفل في صالة ومقصف البحاج الأفراح وبتاريخ 18/7/2024 المصادف يوم الخميس ابتهاجا ومحبة إلى أفراح شباب حلب أهل هدال وأفراح شباب العساسنة الكرام. كل شكر إلى عريف هذا الحفل وراعي هذا الفرح الجميل ابن العم العريس السيد هدال هدال. الله حي أبو محمد. يحيي لنا هذا الحفل الكريم. مطرب غنى فأبدع، أسمعنا فسلطنا، أمير العتبة وفارس الموال، الفنان والأستاذ أحمد نور الدين كردية أبو حسن. هاي أبو سعود يرافق الاستاذ والفنان احمد نور الدين كردية ابو حسن فرقة الاهرام اقوى الفرق الموسيقية في سوريا. كل شكر الى الهندسة الصوتية والاذاعية الاخ الغالي رشيد دنون ابو عمر. الفرقة الموسيقية بقيادة واشراف سوبر ستار بزق صاحب الريشة الساحرة شيخ الكار وشيخ الفنانين الأسطورة الخال عمر أسعد دنون. هذا الحفل برعاية مؤسسة الأهرام الراعي الرسمي للفن الفنانين سوريا مدينة حجاز خلف المغفر القديم لصاحبي عازف الأوركاد الأخ الغالي أسعد دنون أبو عمر. غطنا تصويريا وحدة وفد الهرام للتصوير المرئي والإعلام التلفزيوني الشاشة الأجمل والشاشة الأرقى في عالم التصوير لصاحب المخرج الإذاعي الأستاذ والصحفي فارس دنون أبو سمير. طال البعاد واقترب اللقاء، طال البعاد واقترب اللقاء، وأجمل ما في العمر الحب الوفاء. وهكذا عرفت مدينة اعزاز أهل هدال العساسنة وحلب الشهباء بفنها الجميل وطربها الأصيل. معكم وإياكم أنتم الفنان والأستاذ أحمد نور الدين كردية أبو حسن بيتفضل. مشكورا العم أبو عمر حسن ضيافتنا واستضافتنا. العم أبو عمر هدال على راسي
ولا شرينا لك بايعنا بالشوق ولا شرينا
تجينا بدك تجينا تسأل علينا تسأل علينا بدك تجينا بدك تجينا تسأل علينا تسأل علينا بايعنا بالشوق ولا شارينا بايعنا بالشوق ولا شارينا يا يلا حيل يا رشيد Oh,
مساء الخير على الجميع. ان شاء الله الف مبروك لشباب حلب، لشباب الهدال الكرام، لبي العريس حاج علي هدال، للعريس محمد، عمام وخوال واخوة العريس، كل الهلا بحضوركم الكريم. الله يقدرنا نسعدكم هالليلة. بحكي شغلة حسب مواني، 400 ولد في الساحة، 400 في العدد وقت الدبكة، مشرف الساحة يطالع الأولاد من الساحة. بعد إذنكم وأهلا وسهلا فيكم جميع، نسمع صفقة حلوة لحضوركم الكريم. ستار ادريس ابو ابراهيم، شباب العساسني حياكم الله، علي ابو محمد على راسي. يا من على بالي، يا من على بالي غيرك فلا خاطري، واقول للروح لاجلك يا بن هدال بالهوى خاطري، يا باب الدار لحظك وقدك يا حلو خاطري، يا 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 يابا يا
ابن حلب لجلك في الهوى خاطري بتار لحظك وقدك يا حلو خاطري يا 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 حبيبي وقدك يا 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 حلو خاطري بين انت لف مغرمك والله قولي سوا جمر قلبي وجناتك شبه النار شبه النار قلبي سوا لما جلسنا بأفراح بني هدال على روض الندامة سوا يضى لفظك نعش مهجتي ولطفك جبر خاطري بريد اللي بعدته بريد اللي بعدته يا حج علي هدى الحوالي وعجز الدهر ما غيرك حوالي يا بويا وبريد بريد اللي بعده يا بي العريس حوالي عجز الدهر ما غيرك حوالي ومازال اليوم بني هدال وضيوف لك حوالي لعنتر عبس ما بحسب حسان Oh
يا جرحي يا جرحي عالجوك كتير مبروك يا جرحي عالجوك كتير مبروك وحلفت غير بديار بني هالدال اليوم مبروك وباسم الحاضرين رح نقول للعريس محمد ألف مبروك وانت قمر ما بيعرف غياب هيهات يا ما زلو يا ما زلو فهيها من يوم راح الولي قلبي بصدري ما يلا الدبكي عمراني ها عاشوا الشباب عاشوا نزل يا اسعد يعني شو فريد مع برباب السلامة حياكم الله دبكي وحدي إذا بتريدوا وحدونا الدبكي وحدونا الدبكي عاشق الشعر يا أبو سعود يا منزلو بهيها
واطلب لروحي العفو لكن الف هيهات هيهات يا ما زينو يا ما زينو هيهات من يوم راح الولي قلبي بصدري عاش العريس عاش اخوتي دبكة واحدة يا اخوتي سويت دبكتين
الشوفير يجمع برضه بالسلامة. من يوم الخطاب وكي يلا